ضيفتنا اليوم باستوديو بناس وناس، اليوم رح نلعب دور ميلاد، واليوم معنا سمر معلوف من موقع ياسمينة ناس وناس. سمر صباح الخير. صباح الخير غيدة. موقع ياسمينة معنا اليوم مثل الوردة كمان سمر، والموقع ياسمينة موقع إلكتروني عم بيكون مثل عدد كتير كبير من المواقع الإلكترونية اللي كمان ميلاد عم بيحب يغطيهم، لأنه بنعرف قديش عم يلعبوا دور بحياتنا اليومية. السوشيال ميديا صارت موجودة بكل بيت، عم بتغير أنظمة، عم بتغير حياتنا. وموقع ياسمينة اللي ابتدى من سنتين بيلعب دور بحياة المرأة وبيغطي كتير من المواضيع اللي بتهمها. كيف بلش وعلى أي أساس عم تشتغلوا على هالموقع؟ نعم، مثل ما سبق وذكرت غيدة أنه من سنتين خلق ياسمينة دوت كوم. الفكرة منه أنه يقدم كل شيء بحاجة له المرأة العربية، إن كان بعالم اللايف ستايل، الموضة، التجميل، إذا الست عم بتحضر لعرسها، حتى إذا بدها نصائح لهم علاقة بالنيوتريشن، الدايت. كمان منغطي كل الإيفنتس على صعيد العالم، البارزين طبعا مثل كان فيلم فيستيفال، كل أسابيع الموضة. عم بتتعدوا على المهنة عندي تبعية السينما، بتغطوا أشياء سينما كمان. السينما مش كتير يعني المهرجانات. أكيد طبعاً. أكيد أكيد. بتعرفي كل شيء له علاقة بالمشاهير بيستقطب كتير زوار على الويب سايت، فكل شيء له علاقة بالمشاهير الستات خاصة يعني بالعالم العربي وكمان حول العالم. شو عم بيلبسوا، الموضة اللي عم بيتبعوها، يمكن قصص صغيرة، باباراتزي مرات بنعمل شوي، لأنه كمان بقلب ياسمينة دوت كوم في عنا سكشن خاصة بأخبار المشاهير، هي ويكيز باي ياسمينة، كمان في تيم خاص بيشتغل عليها. نعم. فإذا بدك يعني في الواحد كل يوم يفوت على ياسمينة دوت كوم يشوف شو عم بيصير شي جديد على صعيد الموضة، التجميل واللايف ستايل، كل شيء هي بحاجة له من نصائح، من أفكار جديدة، كل شيء أب تو ديت. وعندكم فريق عمل منتشر مش بس بلبنان إنما أيضا كمان بالدول العربية كمان، حتى تقدروا صحيح تغطوا كل المواضيع، لأنه مثل ما قلتي يعني المرأة اللبنانية هي رائدة بنعرف بالجمال وبالموضة، وهي دايما مثال على هذا الموضوع. مزبوط. بس كمان المرأة العربية هي جزء من حياتنا، وكمان دايما بهمنا أنه نتوجه لها ونعطيها كمان كل شيء بهمها، هن أشقائنا وهن أحبائنا كمان أكيد بالخارج. طبعا نحن جمهورنا بالأساس هو الجمهور العربي بالخليج. نعم. العربي يعني في عنا حوالي 3.8 ملايين سيدة بتشوف ياسمينة دوت كوم بالشهر. خير. فطبعا الست العربية كتير بتحب تتابع الموضة، بتحب تكون هي السباقة بكل شيء جديد بهالعالم. ففي عنا مثل ما سبق وذكرت فريق عمل منتشر بين السعودية، الإمارات ومصر كمان. نعم. وفي فريق عمل كتير كبير ببيروت. نحن حتى كمان في عنا استوديوات خاصة فينا، منصور كل شيء فيديوز لهم علاقة بالتيتوريالز أو هاو تو، يعني فيديوز بعرفوا الست كيف تعمل ميك اب، يمكن كيف تحافظ على رشاقتها، بيعطوها نصائح. فما بنعتمد بس على الكلمة، كمان الصورة. نعم. والصوت كتير مهمين وأساسيين. وكيف تختاروا اختصاصيكم يعني لحتى كمان يقدروا هن يكون عندهم هالمصداقية الكبيرة لحتى تقدروا تشرحوا مزبوط، لأنه مش هين كمان وحدة تقدر أو يعني موقع ينافس المواقع الأخرى، لأنه المواقع الإلكترونية صارت كتيرة، وأكيد لازم تثبتوا نفسكم لحتى تقدروا تجذبوا المشاهدين او المتابعين على الانترنت والزوار اللي عم يفوتوا على هالشبكه الكبيره كثير صارت. اكيد اكيد الاكسبرتس او الاخصائيين لهم دور كثير مهم وكثير اساسي. كل يعني هذا الموضوع نتعامل معه بشفافيه تامه. اكيد ما في ولا معلومه بتنزل عنا على ياسمينة دوت كوم الا ما بتكون موثوق منا. صحيح. هيدا عامل كثير اساسي تضل الزوار عم بيرجعوا على الويب سايت ويشوفوا كل الاخبار وكل النصائح اللي عم نعطيهم اياها طبعا كل يوم على مدار الاسبوع. نعم. طب سمر كمان بالنسبه لفريق العمل هون بلبنان انتم كتار موجودين؟ نحن حوالي 12 شخص. نعم. بلبنان بين محررين محررات اجمالا كلهم. ايه. صبايا. ايه. بوجه لهم تحيه دائما. اكيد. بتعبوا على كل المواضيع يلي بيكتبوها. اكيد في فريق العمل يلي له علاقه بالبرودكشن بالفيديو برودكشن، وفي عنا مراسلين بالسعوديه بالامارات وبمصر. بدك تعطينا سكوبات هلا هيك ناخذهم دغري على الهواء؟ هلا صراحه بعد ما في شيء هلا اجى على بالي. نحن ما كثير بنعتمد السكوبات مثل ما قلت لك، نحن بنتابع كل شيء يعني كل الاخبار الجديده بيقدروا يشوفوها على ياسمينة يوميا، اخبار العلاقه بالعالم العربي والاخبار البارزه حول العالم. بس موقعنا بيقدر يعطيهم اكثر ادفايس او نصائح، بيقدروا حتى يفوتوا يعرفوا شو لازم يشتروا اذا بدهم يكونوا على الموضه، اي يمكن ستايل ميك اب لازم هن
يستخدمه يوميا لموضة معينة. ففي عنا نصائح أكثر من أنه بس عرفتي نوهمهم بقصص خبر يمكن بضاين لنهار او نهارين وخلص أكيد. بعدين بيروح مفعوله. اكيد. طيب بنعرف دائما الورق والمجله والكتاب والمجله حتى كمان الصحيفه دائما بضل عندهم هذا كمان الواقع اللي كثير مهم، يعني بضل الورقه وبضل هيك موجوده معنا بترفقنا يمكن بكثير اوقات، وفي كثير مواقع الكترونيه انعملت الى جانب مجلات يعني بتكون موجوده. هل ياسمين عندها هذا الطموح تعمل كمان مجله تكون على الارض حتى تواكبوا كمان الموقع الالكتروني؟ للحقيقه هلا العالم كله متجه نحو ديجيتال او كل شيء على الانترنت، يعني بعد كم سنه لقدام يمكن رح نصير نشوف انه بلشوا ينقرضوا يمكن المجلات حتى. لا أنا ما هيك بدنا نقول هيك. لا هيدا شغله يمكن عم تفرض حال علينا مش بايدنا. فنحن لا ياسمينة بس رح تضل ديجيتال. كمان الناس فيهم يشوفوها على الموبايل، يعني في ابس لياسمينة بيقدروا ينزلون ويتابعوا كل الاخبار يوميا. فنحن لا ما رح نكون يعني ابدا اوفلاين، كل شيء اونلاين بس كله اونلاين. يعني ابس رح ادلكم ان شاء الله اب طالعين ان شاء الله بالمستقبل. سمر كمان اذا بنحكي شوي عن المنافسه، يعني صار في اكيد عدد كثير كبير من المواقع الالكترونيه المتعلقه بهذا الموضوع، يعني اكيد مواضيع متعلقه بالمراه بتكون موجوده هون وبتكون موجوده هون. يعني كيف ممكن تكون اوقات في اشياء بتغري المراه اكثر لحتى تروح لعندكم اكثر من هونيك؟ كمان في موضوع كثير بنفكر فيه اوقات، قديش بيكون مربح لما واحد بيفتح موقع الكتروني، قديش بيكون مربح للموقع نفسه، يعني اذا في اعلانات ممكن تنزل عندكم. يعني هلا تنبلش نحكي عن اخر نقطه ذكرتيها الاعلانات. طبعا يعني نحن بنعتش من وراء الاعلانات بطبيعه الحال. الاعلانات اللي موجوده عندنا هي على صعيد العالم العربي ومن اهم البراندز، يعني هلا ما رح نقعد نسميهم اكيد نعمل فينا دعاية. لا اكيد لا. وبالنسبة لموضوع شو الشيء الإضافي اللي بيقدروا يحصلوا عليه لما يفوتوا على ياسمينة.com، نحن كتير بنشتغل على فريق العمل اللي عم بيقدم المعلومات، وكل المحررات اللي بيشتغلوا معنا يعني كل صبية منهم هي اكسبرت بالشيء اللي عم بتقدمه، إن كان الموضة أو التجميل أو كل شيء العلاقة بالديكار أو الأعراس. فهني بيشتغلوا كتير على حالهم، بيسافروا كتير، بيعملوا كتير سيمينارز أو ترينينجز مع براندز لهم علاقة بهالعالم، وبالنتيجه كله هيدا له علاقه بالواحد شو بحب. يعني صحيح بتصير هيدي لايف ستايل لهالمحرره، هي كثير عم بتتابع هالموضوع، حتى عم بتشارك يمكن كومنتس وعم تعطي نصايح وعم تعطي رايها غير ما هو الموجود بالارتكل مع الناس من خلال الكومنتس على الويب سايت او حتى من خلال ويانا اللي هو مثل السوشيال نتورك الخاصه بياسمينة، هيك لكل الستات على الموقع بيقدروا يحكوا ويدردشوا مع بعض بهيك بكل مهضوم. هذا كمان يعني كمان بتفتحوا صله تواصل بيناتهم. بتصور كمان اللي بيميزكم هي قصه الفيديوز، يعني قصه البرودكشن كمان كمباني اللي عندكم اياها ما بتشوفيها كثير بمواقع الكترونيه اخرى، وهذا الشيء فعلا ملفت. يعني هلا كنت عم تقولي لي اياه، يعني ما بتلاقيه بالمواقع الاخرى. هو في كثير مواقع اخرى غيدا بياخذوا يمكن فيديوز من يوتيوب او من اي مطرح ثاني، نحن بنعمل اور اون فيديوز. ايه يعني ايه حلو هيدا، صناعه خاصه مثل ما بيقولوا. هيك لانه بنحب اول شيء نكون الشيء اللي عم نقدمه شكله حلو ولائق ومرتب، وكمان المعلومه نكون نحن اكيدين منها. اكيد. وفي اشياء للرجال رح تحطوها شوي هلا؟ لا الرجال لا، خلينا هو هيك عالم بالنسبه له عالم النساء، يعني بتهم الرجال كمان. ما هن كل يمكن اللي بيعملوا النساء تيرضوا الرجال بمطرح ما. صحيح صحيح، وتيرضوا نفسهم بالدرجه الاولى كمان. اكيد لانه مهم تكون الست مرتاحه مع حالها حتى تقدر ترضي نفسها وترضي اكيد عائلتها كمان بالنهايه، وبالمقابل اكيد الرجل ينتبه على هذا الموضوع. نحن بنشكر كثير وجودك معنا، ودائما بنقول ياسمينة.com بتكونوا فيكم تتابعوها دائما على شبكه الانترنت. شكرا لك، واهلا وسهلا فيك سمر بناس وناس. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، ضيوفنا بيكونوا معنا، خليكم معنا.